أي أسرار تاريخية تخفيها جدران حصن غارني؟ متى ومن الذي بنى معبد غارني؟ أي إله كان يعبدون سكان غارني القدماء؟ وأخيرا، ما هو لغز هذا المعبد الذي بقى صامدا من دون كل المعابد الوثنية في أرمينيا؟ حصن غارني القديمة تقع في مقاطعة كوداك وعلى يمين نهر آزاد وعلى بعد حوالي 35 كيلومتر شرق يريفان في وسط المجمع، وترتفع فوق أعمدة منقوشة. واستنادا للمعلومات، تأسست عام 2166 قبل الميلاد من قبل كيغام ابن حفيد هايك نهابيد، والذي من خلال اسم حفيده غارني اشتق اسم غارني. بسبب موقعه هذا استفاد ملوك الأرمن من الطبيعة المحيطة بالمنطقة وأنشأوا هذا الحصن المنيع غارني، التي بنيت في القرن الثالث قبل الميلاد، بقيت لمدة أكثر من 1000 عام بمثابة منظومة دفاع قوية. أول إشارة خطية عن غارني كانت من قبل أرجيتشي الأول ملك أوراردو، حيث وجدت مكتوبة بالخط المسماري على حجرة كبيرة بالقرب من المعبد الوثني، حيث تم العثور عليه عام 1954 خلال التنقيبات الأثرية، ومكتوب عليه: أرجيتشي احتل بلاد غارني. ومن هنا اتخذ اسم غارني على المنطقة. مكتوب عليها عن احتلال غارني وكيفية إلقاء القبض على سكانها: بقوة الآلهة احتليت بلاد غارني، بلاد المالك الجميل. عندما عدت من جبال الأعداء، أنا قدت رجالا شبابا ونساء. ومنذ القرن الثاني قبل الميلاد تحولت غارني إلى مقر صيفي لإقامة ملوك الأرمن. الراوي الروماني الشهير كورنيليوس داكيتوس وصف بالتفصيل الأحداث التاريخية التي دارت داخل غارني وحوله في كتاب مذكراته حول قلعة غارني، وكذلك تطرق حول بناء وإعادة أعمار غارني سيد المؤرخين والقاصين الأرمن المؤرخ موسيس خوريناتسي. وفي عام 59 قبل الميلاد دمرت القلعة من قبل جحافل القوات الرومانية، ولم تمض مدة طويلة إلا ويعلن الملك دورتاد الانتصار على القوات الرومانية. وفي عام 66 عقد معهم اتفاقية، وتحولت العلاقة بينهم من العدائية إلى الصداقة، واستلم مقابله ما يعادل 50 مليون دينار فضي لإعمار العاصمة أرداشاد في حينه ومجمع غارني. وفي عام 77 ميلادية قام الملك درتاد الأول بإعادة إعماره. معبد غارني الوثني متفق عليه بأن تأسس عام 77 ميلادية وبقت صامدة لغاية 1679 ميلادية، حيث تعرض إلى زلزال مدمر لم يتبقى منه إلا الأضلال، وتم إعادة إعماره عام 1975 من قبل المهندس المعماري ألكسندر ساهينيان. وهذا الحجر له تاريخه حسب ما رواه المؤرخ موسيس خوريناتسي.
هذا الحجر كان قد فقد، وفي عام 1945 تم العثور عليه من قبل مارديروس ساريان، وتم إعادته إلى مكانه، حيث عثر عليه موضوعا على أحدى القبور في مقبرة القرية، وإن الكتابة الموجودة عليها باللغة اليونانية أصبحت موضوع نقاش لدى الباحثين. وعند المدخل الرئيسي لموقع غارني وعلى الجانب الأيمن مباشرة توجد حجارة مكتوب عليها باليونانية هيليوس، ترتاد الكبير ملك أرمينيا العظمى، المالك بنى لملكته هذا المعبد والحصن المنيع بمناسبة مرور 11 عام على حكمه، وتعادل عام 77 ميلادية حسب تقويمنا الحالي. نحن نعرف أن خسروف دوخة هي أخت الملك درتاد، لكن أقوى، كيف قبل الملك المسيحي؟ ومن الذي شجعه؟ أخته طبعا. عندما كان قديس كريكور المنور يجوب في أرمينيا لينشر الديانة المسيحية، كانت بجنبه، لأنه كان من الضروري عند الملك أن يكون بجانب القديس أحد أفراد العائلة المالكة، ولذلك حول هذا البناء إلى ضريح، والكل كان يعتبرون هذا البناء ضريحا لخسروف دوخ، وللسبب نفسه تم بناء كنيسة بجوار، كنيسة مشابهة لكنيسة زبارتنوتس. كان هنا يتواجد تمثال مهر إله الشمس وهو يتقاتل مع الثور، وها مؤخرا اكتشف رأس الثور هذا، ومثير للاهتمام فعلا، حيث كتب المؤرخ موسيس خوريناتسي بأنهم حطموا التمثال ورموه بالوادي، وفعلا عثر على هذا الرأس في الوادي، وبهذا يثبت بأن معبد غارني كان مهداة لمهر إله الشمس، وهنا كان موجودا تمثال مهر وهو يقاتل الثور. تم اكتشاف الحمام عام 1953 أثناء التنقيبات، وهناك أشياء ملفتة للنظر مثل عينة من اللوحات الأثرية القديمة الأرمنية، وعلى خلفية بحر بلون أخضر الفاتح مرسومة أسماك ومخلوقات أسطورية وإله البحر والمحيطات، وعلى الإطار العلوي للوحة كتبت عملنا دون تلقي أي شيء، ومعناه هذا مبهم لحد الآن. غارني التي تركت قصص حزينة على صفحات التاريخ هي متواجدة بيننا الآن، وغالبا ما يزورها السواح من مختلف دول العالم ليتطلعوا عليها من قريب ويلمسوه ويأخذوا صور تذكارية معها ليتباهوا بين أصحابهم بأنهم محظوظون لأنهم زاروا غارني التاريخية. وفي يومنا هذا غارني محاطة بالكثير من البساتين والأشجار المثمرة والمنازل ذات الطابقين، ولها شوارع عريضة معبدة وخدمات الهاتف. تعتبر قلعة غارني من الشواهد الحية لأرمينيا ما قبل المسيحية، وشهادة حية للمستوى العالي للهندسة المعمارية الأرمنية القديمة. لقد عبرنا في دهاليز التاريخ المظلمة،
واكتشفنا ما اكتشفنا إلا أن ما بقي مخفي كان أعظم.